أينما سألنا عن الرجل وجدنا له مكانته. نؤكد أن الرجل أدى ما عليه، ونؤكد أن الرجل وفاته كانت خسارة كبيرة له. هذه الشهادة اخترت أن أكتبها أنا بنفسي، وأن أبحث عن المفردات التي تفي بحق الرجل. نتذكر دوما محامد خصالك ومفاضل أخلاقك. أود أولا أن أشكر سيادة الوالي وكل القيادات المحترمة. أود أن أشكر كل الناس على كل كلمات المواساة ووقوفهم بجنبنا. أشكر إطارات الجامعة، أتمنى الإزدهار والنجاح للجامعة ومواصلة ما طمح له والدي العزيز رحمه الله.